السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورجعنا معكم مرة أخرى بفيديو جديد، ودائما رانا مع يوميات فلاح. شاركت معكم في فيديو سابق قبل أشهر زراعة القمح الذي لا يستطيع أو لا تستطيع الطيور إفساده. هنا هذا القمح راه نضج، وهنا كانت عندي كمية قليلة بغيتها باش ندير بها البذور، لذلك قمت بزراعتها. هنا راهي نضجت، كانت تقريبا 200 غرام فقط، وهنا راهي نضجت تكون بهذا الشكل، لانه صعب فتحها او صعب تكون صعبة على الطيور، لا تستطيع فتحها. هنا راح دير لي كمية لا بأس بها نتاع بذور، كيف راكم تشاهدوا الآن. إلا أنه يتأخر قليلا أو عنده مدة طويلة حتى ينضج هذا القمح. يسموها هنا في هذه المنطقة المانجا. لأنه صعب حتى في المهراز، أو صعب أنك إخراج الحبوب، لأنها تحتاج تدق أو تدق مرتين حتى تستطيع إخراج كل الحبوب اللي فيها. إن شاء الله ينال إعجابكم هذا الفيديو وتكون فيه إفادة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.